طب واحدة والله خلاص. استهدوا بالله استهدوا بالله. خايفة يروح مني. أبو لا أبو خلاص. نتلج. قولي يا عم اخر ان شاء الله ولا شيء يا عم اصبر اليوم دخل جوا جوا طبعا هذا كله بسبب قلة الأكل قلة الغذاء اللي بيأكلوه. هذا حرام بيعملوه حرام حرام الذنب بالاطفال هذا حرام الذنب بالاطفال حرام الطفل لازم ياكل ثلاث وجبات رئيسية، باكل وجبة واحدة طبيعي حيصيبه سوء تغذية وحيصيبه أمراض ناتجة عن سوء التغذية وحيزيد عنده نسبة الالتهابات.